النهارده هنتكلم عن مواضيع مهمه جدا بالنسبه لكتير من البنات، مشاكل كتير جدا بنتغاضى عنها ونحس ان هي بسيطه وبنخاف اصلا نقرب لها ونسيبها زي ما هي، لكن كل حاجه دلوقتي وليها حل وهيجاوبنا على كل الاسئله وكل المشاكل دي دكتوره رندا الشافعي، اخصائي الجلديه والليزر بمراكز جي. مساء الخير. مساء النور. تمام. خلينا الاول نتكلم عن مشكله معظم البنات بعد الرجيم بالذات. طبيعه بشرتهم بيكون غالبا عندهم استعداد للترهل، فبيحصل تهدد جامد جدا في البشره، هل ده ليه علاقه بالطبيعه فعلا ولا هو الرجيم القطع هو اللي بيعمل كده؟ هقول لك يا حنان، هو الرجيم الغلط هو اللي بيعمل كده. يعني لو احنا اهتمينا ان احنا ننزل في وزننا كويس قوي من غير ما نشوف كشرب ميه كتير، كرياضه بتتمارس، كلايف ستايل نفسه اتغير، لا طبعا بيسبب ترهل، واول ترهل بنشوفه بتاع الوش. يعني اول ترهل بنبدا نشوف الوش، ممكن من تكون واحده 35 سنه وعندها ترهل في وش مثلا تدي 60 سنه. ده نتيجه اللايف ستايل الغلط. لما نعمل رجيم اللي هو كل همنا ننزل وزن بس على الميزان من غير ما ناخد بالنا، لما انزل الوزن بسرعه قوي ده هيعمل ترهل. لما عشان اعمل دايت صح لازم انزل وزن بطيء، عشان ده كده بيحرق في الدهون اللي موجوده اللي هي اصلا احنا عايزين نتخلص منها. طب انت لما بتعملي دايت شديد قوي ويكون غلط اصلا على جسمك، انت بتنزلي ميه، بتنزلي من اعضاء الداخليه، لو اللي احنا بنتكلم عن الرجيم الكيماوي، كل الكلام ده بيسبب لي ترهل، وهشوفه من سن صغير. ده فيديو بيوضح ايه اللي بيحصل بالظبط، او الترهل اللي احنا بنشوفه فين. يعني عندك مثلا بنلاقي ترهل في منطقه الجفون، في منطقه الدكليتيه تحت في الرقبه، وموضوع اللغد يبدا يظهر لو هي اصلا ما كانش بتعاني من موضوع اللغد ده، بس مع الدايت ظهر عندها. نبدا نشوف الخطين حوالين الدقن، كل ده بيديني عمر اكبر من عمري. طبعا تمام. طيب زمان كانت فكره العلاج بالخيوط فكره شويه مخيفه يعني، وفي اعتقاد انها مؤلمه، ايه التطور اللي حصل مؤخرا في العلاج بالخيوط؟ بصي يا حنان، انا اول ما اتكلمت على الخيوط دي ما كانش حد فعلا فاهمها، والكلام ده حوالي من سنتين ثلاثه. تمام. دلوقتي ما فيش دكتور ما بيتكلمش على الخيوط، لان هي فعلا عامله طفره. هي اسمها خيوط علاجيه مش خيوط تجميليه. طب الكلمه دي فارقه في ايه؟ العلاج غير التجميلي. التجميلي يا جماعه احنا بنعمل حاجه تجميليه بتبقى شكل مش اكتر، يعني المظهر العام او الخارجي من بره حلو بس المشكله موجوده، ده التجميلي. طب لو هنتكلم على العلاجي، ليه سموها العلاجي؟ لان هي بتعالج. طب هي بتعمل ايه؟ هي بترفع العضله اللي حصل لها تهدل، تمام، تبدا ترفعها تاني مكانها، تبدا تشد الجلد تاني من اول وجديد، تبدا تكون انسجه من اول وجديد تاني، وتبدا تخلي الافراز الكولاجين يبقى اعلى في البشره. ده غير الكولاجين اللي هو اصلا لما بيبدا يدوب الخيط بيبدا ان هو يفرز من الخيوط ذات نفسها، فبنحس بنضاره حلوه قوي. سبب النضاره دي ان الخيوط اصلا مصنوعه من ماده الكولاجين. تمام. فلو هنتكلم على الحاجه اللي بدا يتجه بيها كل الناس دلوقتي، ما بقتش مخيفه خالص، هي بنج موضعي، بتبقي شايفه كل حاجه. ففي بعض الناس تيجي تقول لي دكتور طب انا ممكن ملامحي تتغير؟ لا يا جماعه، هي مش عمليه شد وجه، عشان الجراحه غير الخيوط. عمليه الخيوط عموما احنا بنسميها عمليه عشان هي فعلا يعني زيها زي شد الوجه بالظبط زي الجراحه، بس دي بنج موضعي ما بتغيرش اي حاجه في الملامح، لان هي بتتعامل مع العضله يا حنان. يعني ايه بتتعامل مع العضله؟ يعني هي دوب بترفع مكانها تاني، يعني يرجع شكلك زي زمان، مش نغير في ملامح. فاهمه قصدي؟ لكن عمليات شد الوجه لا، ممكن ان هي تغير في ملامح. يعني مثلا بنشوف كتير قوي من الممثلين بيبقوا عاملينها بيبقى ملامحهم اتغيرت. الخيوط ما بتحطنيش اصلا في الموقف ده. لكن الخيوط فيها ميزه حلوه قوي ثانيه، ان انا مثلا لو فضلت اعمل خيوط زي مثلا من 35 بدا عندي ترهل وبدات حاجات بسيطه، فبدات ان انا اعمل خيوط مره في الثانيه في الثالثه، انا مش هعجز. والله دي حاجه يعني دي لوحدها كفايه كده. فاحنا خلاص احنا وصلنا لمرحله ان احنا مش هنعجز اصلا. يعني الخيوط طلعت زي ما طلعت للوش، طلعت للجسم، طلعت لاماكن تانيه كتير. انا كنت اسالك، هل بقى نوع الخيوط بيختلف من المكان اللي بيتم الاستعمال فيه؟ طبعا، حتى في الوش. حتى في انواع كتير وفي اشكال كتير للخيوط، وكل درجه ترهل ليها خيط معين لازم نستخدمه فيه. واللي بنستخدمه في الرقبه غير اللي بنستخدمه في رفع الخدود، غير اللي بنستخدمه في منطقه المانديبولر، غير اللي بنستخدمه في شد الجفون او المناخير. كل حاجه وليها مكانها. حتى مثلا احنا ممكن بنعمل خيوط بس للنضاره. يعني خيوط بتبقى صغيره جدا اسمها مونو، بنبدا ان احنا نعملها بس للنضاره، او الناس اللي عندها خيوط رفيعه كتير نتيجه العمر. يعني
كل الكلام ده لا، كل حاجه وليها خيوط معينه. طب على سيره النضاره بقى، نتكلم عن النضاره. انت امتى نقدر نعرف او نحس ان البشره دي مش نضره؟ زي في البنات في سن الصغير بقى، وكمان دلوقتي على طول تحسيهم بيل وتعبانين. بالظبط، انت لازم تدوري، لو هنتكلم على سن صغير لازم تدوري الاول هي اكلها عامل ازاي، وهل في انيميا ولا ما فيش، هل في لخبطه في الهرمونات ولا ما فيش، النوم، اللايف ستايل بتاعها عامل ازاي، كل ده. لو هنتكلم على الحلول، لا الحلول كتير بس حسب كل حاجه. يعني مثلا ممكن تجي لي عروسه تقول لي دكتور انا فرحي خلاص كمان اسبوع، لا دي بستخدم لها احنا حاجه سريعه شويه اللي هي بتظهر في ساعتها، بتبدا ان هي تدي نضاره، ودايما ده بيبقى حقن كولاجين معاها، وفي فيلر مخصص للنضاره للمناسبات ومدته بتقعد حوالي 6 شهور المينيمم بتاعه، يعني احنا بنتكلم 6 شهور ل 8 شهور، ده بيبقى مخصص شويه للمناسبات. لا في حاجات تانية مثلا لا ممكن تكون عمرها او المده بتاعتها عايزه تاخد فيها سيشنز عشان تفضل مستمره. ممكن نستخدم بلازما، ممكن مع البلازما دي ادخل كولاجين، ممكن ادخل فيلر، ممكن ادخل مالتي فيتامينز لو البلازما بتاعتها مش مفيده. لا في كذا حاجه لموضوع النضاره. بس لو بنتكلم على سن صغير لازم اشوف في مشكله ولا لا، عشان لو في مشكله ما هو الموضوع هتعمله وهيرجع تاني. طب برضو قولي لي، طبعا لو مشكله في بدايتها بيبقى احسن بكتير، لو المشكله خلاص وصلت لمرحله متاخره. قولي لي كده كل حاله بالذات في النضاره نستخدمها ازاي. طيب احنا لو بنتكلم في الحالات البدائيه تمام، وبس مش اكتر من ان انا حاسه ان وشها مطفي، لا هنا ممكن نستخدم بلازما بس فقط لا غير. بالظبط، وتجيب نتيجه المرجوه. طبعا حلو قوي. حتى هم يعني الوش بيبدا ينور بعد اول جلسه، فبيبقى خلاص هي متحمسه ان هي تحافظ عليها. طبعا ازاي هتحافظ عليها؟ ان بيبقى في سان بلوك، بيبقى في شرب ميه كتير جدا، ان هو المفروض ده الطبيعي بس احنا ما بنعملهوش. بيبقى في لازم فيتامين سي يخش في يومنا، حاجه تكون اورجانيك طبعا، مش حاجه مش عصير مثلا. عادي. ممكن كمان لو الموضوع اتطور شويه او بدا يظهر عندي تجاعيد صغيره اللي هي الفاين رينكلز، لا هنا محتاجه شويه اتقل عليها، شويه اخش بايه، بالكولاجين. طب والبوتوكس والفيلر ممكن يستخدموا في اعاده النضاره؟ طبعا. انا لسه كنت بقول لك ان في فيلر اصلا معمول للنضاره. لكن احنا لو هنتكلم على البوتوكس، البوتوكس ده للتجاعيد، وكل ما تكون التجاعيد لحقناها من بدري كل ما عمر البوتوكس يقعد معايا فتره اطول كل ما تكون المشكله اقل. يعني ايه المشكله اقل؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي 111 اللي هي موجوده عند معظم الناس تمام. انا لو عملتها ده حقن النيزوليبيال فولد، ويمكن ده اكتر الناس بتعاني منه. يعني ده اكتر مكان مطلوب ان هو يتعمل يحقن، لان هو طبعا بيدي عمر غير العمر، وفي ناس بتبقى بطبعها سنها صغير وبيكون موجود بالوراثه، الشكل نفسه بيبقى موجود عندهم، ان هم لما بيجي يضحكوا في خطين ظهرانيين معاهم، مع شويه وقت خلاص طبعا مع جفاف في البشره الموضوع زاد، مع الشمس كل ده بيزود، فهو اكتر اماكن بتبقى محتاجه ان هي تتحقن اللي هي النيزوليبيال فولد. طيب النيزوليبيال فولد ده زي ما احنا شايفين كده هو بنج موضعي كريم، مفيش اي الم فيه خالص، طبعا الفيلر بيظهر في ساعتها. يعني بنعمل بنشوف النتيجه على طول قدامنا، بنحتاج حوالي 3 ايام بنشرب فيها ميه كتير. طبعا ليه؟ علشان الفيلر ده بيمتص الميه فعمره بيطول ويبقى شكله طبيعي اكتر. تمام. البوتوكس بقى عكس الكلام ده. البوتوكس احنا بنستخدمه عشان نرخي العضله اللي موجوده، فكل ما تكون العضله لحقناها من بدري كل ما يكون نتيجته احسن وعمر اطول. يعني ايه؟ لو الخطين ده بداوا ان هم يبرزوا مع الوقت، وهو انت بتشوفي الناس مثلا على طول مكشره وهم مش مكشرين. بيبقى خلاص خدوا الاسطمبه دي زي ما بيقولوا. لما بنستخدم معاهم البوتوكس بيبقى ساعات بنبقى محتاجين ان احنا ندخل فيه فيلر. وطبعا هو يعني الموضوع بيكون سهل ان هو يروح، بس ليه؟ انا ممكن الحق القصه دي من الاول. طب يعني من سن قد ايه الواحد يقدر يبتدي يعمل القصه دي المفروض؟ والله يعني لو هتكلم عن نفسي انا من 18 سنه وانا حقن البوتوكس لنفسي. مش بدري قوي 18 ده؟ لا خالص، انا لقيت ان ال 111 عندي دي خلاص بدات ان انا الناس بتقول لي هو انت مكشره؟ انا مش مكشره ولا حاجه تمام، بس لقيت نفسي العضله خلاص بقت واخده الاسطمبه دي. فعلى طول يعني يا دوب اخدت جرعه بسيطه قوي من البوتوكس ريحتني كام سنه بقى؟ ريحتني حوالي 10 سنين بعديها. ياه. ما بقول لك كل ما يكون العمر صغير واكون لحقت الموضوع من الاول
كل ما يكون نتيجته فتره طويله جدا. طب في حاجات احدث من الفيلر والبوتوكس ممكن تستخدم في علاج التجاعيد؟ احسن من الفيلر والبوتوكس؟ لا، هو في حاجه تانية اللي هو البلازما جيل. البلازما جيل دي عباره عن بلازما عاديه خالص، تمام، بنبدا ان احنا ناخدها هنحطها في جهاز تاني بيحولها لجل. الجل زي الفيلر بالظبط، بس في نفس الوقت هو بلازما. يعني انت هنا عملتي حاجتين في بعض، اخدتي الفيلر واخدتي البلازما كنضاره، تمام، واخدتي الفيلر كملو وان هو يبدا يعالج الفاين رينكلز بالذات. فلما بحتاج كميه كمان كبيره يا حنان، بحب ان انا اعمل لهم البلازما جل. ليه كميه كبيره؟ لان البلازما جل بيديني حوالي 6 سنتي فيلر. طبعا لو جينا قارناها كماديا، 6 سنتي فيلر لو هناخده مش بلازما جل هيبقى مكلف جدا. هو البلازما جل بسعر سرنجه واحده من الفيلر، فهي حاجه بالنسبه للبيشنت بقت حلوه قوي. وهي كمان بتفكر ان هو بيديها نضاره اكتر، يعني كده هي بتعمل زي مخزن وعماله بتسحب منه. هو بيتعمل كل قد ايه؟ كل 6 شهور ل8 شهور. فهي بالنسبه لها هي كده حافظت على بشرتها وخدت الملو اللي هي كانت عايزاه. وطبعا مع كده بيبدا طبعا يعالج لو في سبوتس غامقه في البشره، بيبدا يوحد اللون، دايما السمار اللي حوالين الشفايف، كل الكلام ده كله بيروح. حتى الهالات بتفرق معانا، مع اننا احنا بنحقن تحتيها، بس طبعا مع البلازما لما بتبدا تدوب بتبدا ان هي تنور الوش كله. فهي كده خدت الاثنين، خدت الملو بتاع الفيلر ان هي تملى الاماكن اللي مضايقاها، واخدت ان هي تعالج بشرتها وتديها نضاره حلوه قوي. طيب هل في تقنيات طب جديده، اجهزه ممكن تساعد على انت عايزاني اتكلم عن ايه بالظبط؟ على البلازما جت الجديد؟ ايوه. طيب لازم اتك. طيب خلاص اتك يعني هقول دي اتكيت اهو. ماشي. البلازما جت يا حنان ده هو جهاز فعلا هو طفره. زي الليزر كده لما جه عمل ضجه كبيره قوي وعلى نتائجه، والناس بقت تقول لا الليزر نتائجه مضمونه، نفس القصه هو البلازما جت ده برضو جهاز نتائجه مضمونه. هو عباره عن ايه؟ هو ضوء زي الليزر بالظبط، بس بنستخدمه لحاجات معينه. ايه الحاجات المعينه؟ اول حاجه شد الجفون، ودي حاجه كانت خلاص يعني ان انت نيفر ايفر انت كنت بتعمليها بتخش جراحه. يعني انا في بعض الحالات لما بيجي يقولوا يا دكتور عايزين نعمل خيوط عشان نشد الجفون، في حالات بتبقى درجه معينه واصله الموضوع جراحه، بقول لها لا مش هتنفع لك او هيبقى شكلك اتغير شويه. تمام. فانا بوريها شكلها بعد بيبقى عامل ازاي، فبتقول لي ايه لا خلاص، طب يعني انا كده مضطره للجراحه. كنت ساعتها صراحه برد بقول احنا مضطرين للجراحه. الجهاز ده بقى ما فيش حاجه اسمها انت مضطره للجراحه، ايا كانت درجه التهدل اللي موجوده سواء تحت او فوق. كل ما يكون درجه التهدل اكتر كل ما هناخد سيشن اكتر شويه. بس هل هو مش هيجيب نتيجه؟ هو في كله هيجيب نتيجه، بس طبعا هي تختلف. يعني مثلا لو بنتكلم على درجه ترهل قليله فهي ممكن تاخد سيشن واحده وخلاص على كده. لو هنتكلم على الجريد 2 هتاخد 2 سيشن. الاصعب حاجه هي جريد 3 اللي هي هتاخد مثلا حوالي من 3 ل 4 ماكسيمم. طبعا شد الجفون ده في عمل طفره حلو قوي. انت كنت الاول خلاص يعني جراحه جراحه ما فيش الكلام ده. ببنج موضعي ناخدش اكتر من 10 دقائق لربع ساعة بس، وبعديها يدوب 3 ايام انا مش محتاجة غير انك بتلبسي نظارة شمس لو نزلتي، مش اكتر من كده. يعني لو عندك شغل عادي بتقدري تنزلي وبتعيشي حياتك وما فيش اي مشكلة فيها، ما فيش ورم ما فيش اي حاجة. دخل بقى البلازما شيت شوية في موضوع التجاعيد او الفاين رينجز اللي بتظهر للناس اللي سنها عدى 60. دايما تلاقي ايه؟ ان في تجاعيد رفيعة او خطوط كتير قوي قوي قوي، بنفضل نعمل فيها فيلر، نفضل نعمل فيها بلازما، بنعمل الخيوط، بس بيبقى لسه في اثار. وكانت دايما بتظهر على منطقه الرقبه او منطقه الصدر من فوق. يعني يقول لك لو عايز تعرف هي سنها قد ايه نبص على الدراعات ونبص على المنطقه دي. الجهاز بقى البلازما جدا بيشتغل على المنطقه دي كمان، وبيشتغل على منطقه الرقبه بالديكوليتي كلها، بالفيس لو عايزين نشده كمان لو هو درجه خفيفه بنقدر ان احنا نشده عن طريق الجهاز. ممكن بيعمل كمان بيشد الدراعين، ودي حاجه حلوه قوي ما كناش بنلاقيها، لان هي من اصعب الاماكن اللي بيحصل فيها مشكله في النزول كدايت وفي شدها كرياضه. فهو بيعمل الموضوع ده. طب بياخد وقت قد ايه؟ نفس القصه. وبيستمر قد ايه؟ بيستمر قد ايه؟ هو معانا ممكن 2 لـ3 حسب درجه برضو الترهل يا حنان. ليه بقى؟ لان لو هي صعب قوي درجة الترهل يبقى احنا فعلا بعد 2 احنا محتاجين على الاقل سيشن او 2 سيشن تاني. لو درجة الترهل لا كانت لسه في الاول يبقى خلاص احنا محتاجين بعد 3 أو 4 سنين ناخد 2 سيشن تاني. فاهم قصدي؟ طيب لو عروسه بقى دلوقتي وفرحها زي ما انت كنت بتقولي وعايزه تيجي وتظبط وتعمل كل الحاجات دي، تاخد وقت قد ايه بقى بالجهاز الجديد ده؟ حسب، ما
ممكن تجي لي عروسه مثلا تبقى عايزه تشد الدراعات وفي ترهل كتير، فانت لا دي كده عايزه 4 شهور قبليها، فاهمه قصدي؟ هي الماكسيمم بتاعنا هنقوله 4 شهور، واقل حاجه بنتكلم في شهر. يعني هنقول الماكسيمم والمينيمم بتاعنا 4 شهور واقل حاجه شهر عندنا. طب هل بقى في عروض على الاجهزه الجديده دي؟ في عروض، احنا في صيف بقى والناس داخله على جواز. بص احنا عاملين على الخيوط 50% خصم، عاملين على التو سيرنج فيلر عليهم سرنجه هديه، عاملين على البلازما الجل المفروض ان احنا بنعمل سيشن تانية بعديها عاملينها فري. عاملين ايه تاني؟ كفايه كده. طيب يا حنان لا قولي لي قولي لي ازيد شويه. طيب بالنسبه للجهاز الجديد احنا عاملين الثري سيشن عليهم الرابعه هديه. تمام. طب اي كان المكان، يعني لو شد جفون او دراعات او منطقه الدوكليتيه اي مكان. هو ممكن الواحد يحتاج اكتر من سرنجه للفيلر؟ طبعا، يعني مثلا زمان لما كنا بنبقى عايزين نعمل كونتور مثلا للخدود المينيمم بتاعي بنتكلم سرنجه هنا وسرنجه هنا، ده المينيمم عشان اعمل كونتور. لكن لو احنا بنتكلم ان هو هتعمل مثلا خدود ونيوزليبيال فولد وشفايف مثلا ايا كان، لا بنحتاج كميه. طبعا كل سرنجه فيلر بنحتاج. خلاص يعني هي دي كل العروض اللي عندك كده؟ حلو قوي. مفيش كورسات كده؟ لا لا كفايه قوي كده، كفايه كفايه. طيب ميرسي قوي قوي لوجودك دكتوره رندا، نورتينا كالعاده في سيداتي يا نساتي وفي دريم، ونشوفك تاني ان شاء الله على خير ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله بكره على خير. باي باي.